طب انا عايز اسالكم، ايه اخطر سيلفي او اغرب سيلفي اخدتوه؟ لا انا قولي راح اكبر افتكر من انا بقى، كده انا اقعد يا افتكر بيبي شويه كده والله. وافتكر يعني انا مش اغرب سيلفي. لا يعني مش معرفش، صاروخ ما رحتيش مثلا مكان غريب، ما رحتيش كنت راكبه عربيه، يعني بتعملي ايه يعني؟ عملتي ايه غريب؟ افتكرت السنه اللي فاتت كنت في الساحل طلعتي من طلعت من شباكها، شباك من سقف فوق العربية. من سقف العربية وقعدت اصور نفسي، يعني دي اخطر حاجة عملتها في حياتي. انا كمان انا ما بروحش دريم بارك اركب الحاجات دي، بخاف انا جبانة.